احنا دخلنا كام واحدة؟ 26 25 السلام عليكم. الو الصوت يا جماعه، وصلكم الصوت؟ تمام. مريم عباس، احمد محمد، في صوت وصل عندكم؟ يا ميس. اوكي تمام. هنستارت يا جماعة النهاردة، هناخد الفاكتوريزيشن ليسون 9 في يونت 2، فاكتوريزيشن باي ايدنتيفاينج ذا اتش سي اف اللي هو هايست كومن فاكتور. نبتدي مع بعض. To find the highest common factor for some algebraic terms, we find the highest common factor on the numerical coefficients. يعني بدور الأول على النمبر اللي موجود جنب الفاريابلز وابتدي أشوف هل في common factor بينهم ولا لأ. بعد كده we take each repeated symbol in all terms with is the smallest index. نشوف مع بعض exercise. بيقول لي find the HCF for number 1 2x power 2y and 4xy3. أنا هدور على الـ 2 والـ 4، ده الـ coefficient الأول. إيه الـ common بينهم يا جماعة؟ الـ common بينهم الـ 2. تمام كده؟ يبقى بدور على الـ coefficient بشوف فيه منهم common ولا لأ. بعد كده ببص للـ smallest variables، عندي x power 2 وعندي x، يبقى الـ common هيبقى x. هنا y، y power 3، يبقى الـ smallest هتبقى الـ y. ما أخدش الـ common y 3 طبعًا، لأن الـ y 3 مش موجودة في الـ y. هنا y وهنا y3، يبقى هاخد الـ smallest. يبقى الـ highest common factor is 2xy. الأول بس بنشوف between the two numerical value، وبعد كده بشوف في الـ variables. Number 2, 5x power 3y2 and 15xy3. أول حاجة أبص عليها الـ coefficient، دي 5 ودي 15. الـ common بينهم طبعاً الـ smallest، هاخد الـ smallest اللي هو الـ 5، يبقى الـ common في الـ coefficient الـ 5. x power 3 و x، يبقى الـ common هيبقى x بس. y power 2 و y 3، يبقى الـ common هيبقى y 2. يبقى الـ highest common factor هيبقى 5x y 2 أو y square. تمام كده؟ في مشكلة لغاية دلوقتي يا شباب؟ طيب number 3، 12x power 3، 12x power 3 y 2 and 16x y 3. بين ال 12 و ال 16، 12 3 by 4 و 16 4 by 4، مين اللي انا كررته في الناحيتين في التو تيرمز اللي هي ال 4؟ يبقى هاخد هايست كومن فاكتور في الكوفيشنت ال 4. تمام. بعد كده اكس باور 3 و اكس، يبقى الكومن هنا هيبقى الاكس. واي 2 واي 3، يبقى واي 2 هي اللي هتبقى كومن، يبقى الكومن كله 4 اكس واي سكوير. يبقى فكرة الكومن ان انا بدور في الكوفيشنت الاول بشوف كومن، بعد كده بشوف في الفاريبل اللوست فاريبل. The method of factorization by identifying HCF. Find HCF of the algebraic terms of the expression. طبعا انا نقول تاني، الالجبريك expression مكون من algebraic terms، فبدور على الكومن فاكتور between الالجبريك terms of the expression. Number 2, put the HCF outside two brackets. هطلعه بره واخده في brackets وابتدي اشوف بقى هعرف اعمل divide ازاي. Divide each term of the algebraic expression by the highest common factor and write the quotients inside the two brackets. نبتدي بقى دلوقتي الاكسرسايز. هيا في اولى اعدادي. تمام يلا نستارت. شوفي لي بس اوكي. اكزامبل بيقول لي فاكتورايز 3x باور 2 y 3 3x باور 2 y 3 ماينس 9x باور 3 y 4 بلس 12x باور 3 y سكوير. انا هنا ببص على الكوفيشن الاول، في 3 و9 و12. 3 هي 3 باي 1، 9 هي 3 باي 3، 12 هي 3 باي 4. يبقى انا كررت 3 في الـ 3 terms of the A expression، يبقى ياخد 3 as a common. هنا x power 2، x power 3 و x power 3، يبقى هاخد الـ smallest اللي هي هتبقى x power 2.
بعد كده y3 y4 y2. فانا هاخد ال y2 as a common. انا كده خدت ال highest common factor هعمله outside a bracket وابتدي اشوف ايه بعد ما اعمل divide اللي فاضل. 3x power 2 y3 يبقى هعمل 3x power 2 y3 divide على 3x power 2 y2 يبقى ال quotient هيبقى y اللي هي remainder هنا هيبقى ال y تمام. minus 9x power 3 y4 divide على 3x power 2 y2 9 divide 3 ب 3 وبحافظ على الماينس يا جماعة خلي بالك من الساين اللي بتوين الايه الترمز 9 divide 3 ب 3 x power 3 divide x power 2 ب x y4 divide y2 y2 بعد كده هحافظ على الساين اللي هي بلس 12 divide 3 بكام ب 4 x power 3 divide x power 2 ب x y2 divide y2 اقول تاني حاضر ماشي يا رقي 3x power 2 y3 minus إيه؟ بس الصوت عندكم بقى حافظوا ان يبقى فيه هدوء عشان تسمعين minus 9x power 3 y4 plus 12x power 3 y2 بدور على الكومن between الكوفيشن 3 و9 و12 الكومن بينهم السمولست هيبقى 3 تمام كده يا رقية خدت 3 من الكوفيشنت هبص لي الاكس باور 2 اكس باور 3 واكس باور 3 من السمولست في الباور الاكس باور 2 فهاخد الاكس باور 2 از ا كومن بعد كده واي 3 واي 4 واي 2 which smallest الواي 2 فهاخد الواي 2 از ا كومن يبقى الهايست كومن فاكتور من الكوفيشنت والاكس والواي 3 اكس باور 2 واي 2 هاخدها از ايه فاكرين اللي هي distributive property في addition والsubtraction فأنا باخدها as a distributive property بخليها بس outside the bracket وافتح البراكت بقى هفتح البراكت واعمل divide على كل term من 3 terms دي divide على ال HCF 3x power 2y3 divide الصوت يا جماعة بعد إذن حضراتكم الصوت حبيبتي لو سمحتي الصوت تمام ميس اتفضلي يا حبيبتي وانا هنا في اللي هي 3x باور 2 y باور 2 انا ما حطيتش الواي باور 3 هنا عشان احنا خدنا واحده جوه صح تمام برافو عليك يبقى انا خدت 3x باور 2 y 2 بفتح براكت فما خدتش الواي في الثيرد اللي هي 12x باور 3 y 2 ديفايد على 2 خلاص فهمتي عشان كده بقت 4x ما فيهاش واي لان y2 ديفايد y2 بكام النمبر على نفسه ب1 فخلاص ال1 ما بيتكتبش تمام تمام يا رقيه انت رقيه ولا مين مريم ماشي يا مريم اوكي يبقى هاخد الهايست كومن فاكتور 3x باور 2 y2 وافتح براكت واعمل ديفايد لل3 ترم على 3x باور 2 y2 اللي انا جبته يبقى 3x باور 2 y3 ديفايد على 3x باور 2 y2 هيتفضل لي الواي بس بعد كده حافظ على الساين y 3x باور 9x باور 3 y4 ديفايد على 3x باور 2 y2 يبقى انت خدتي قبل كده الديفايد في ليسون علمك ازاي تعملي ديفايد على تيرم الجبريك تيرم هو ده بتعمليه دلوقتي بتاخدي الكومن ياسمين بتكتبي ايه يا ياسمين تمام يبقى ماينس 3x y2 والاخرانيه اللي لسه انا ومريم كنا بنحلها مع بعض اللي هي 12x باور 3 y2 ديفايد على 3x باور 2 y2 كده ال y2 راحت مع ال y2 يتفضل لي 4x تمام كده يا شباب ناخد اكسرسايز كمان بيقول لي فاكتورايز 35a plus 10a square 35a plus 10a square فبص على 35 هي 5 by 7 ال 35 هي 5 by 7 وال 10 هي 2 by 5 يبقى انا قلت 5 by 7 و2 باي 5 يبقى ال5 كومن هنا في a باور 1 وهنا a باور 2 يبقى هاخد السمولست اللي هي الa يبقى 5a مش في بنت عايزه تدخل نعمل لها اكسبت دلوقتي في حد عايز يدخل تمام خلينا بقى في الاكسرسايز خدت 5a as a common خليها تدخل ما فيش حد عندي دخل دلوقتي 5a as a common وافتح البراكت زي الستبس هي هي زي ما عملناها في الاكسرسايز نمبر 1 35A divide على 5A هيتفضل لي بس ال7 بس ال A ما راحت مع ال A
10 a سكوير ديفايد 5 a يتفضل 2 a. واقفل البراكت كده. انا عملت فاكتورايز يا جماعه بالهايست كومن فاكتور. اكسرسايز نمبر 2 فاكتورايز 49 b سكوير ماينس 7 b 3. دايما بص على السمولست، ما هو يعني مش معظمنا للاسف حافظ الايه التايم ستيبل، بس المفروض تكونوا حافظينه يعني. بس انا هعمل ايه، 49 هي 7 باي 7 فانا هاخد ال7 as a common. هنا b باور 2 وهنا b باور 3 يبقى هاخد السمولست اللي هي b باور 2 يبقى 7 b باور 2 وافتح البراكت بتاعي. الصوت يا جماعه 49 b سكوير ديفايد على 7 b سكوير هيتفضل ال7 بس ماينس 7 b 3 ديفايد على 7 b 2 يبقى يتفضل الb. يبقى مهم ان انا اعمل البراكت، ومهم جدا ان انا احافظ على الساين اللي في الميدل، ومهم ان انا هعمل الديفايد بعد ما اجيب الهايست كومن فاكتور هعمل ديفايد. لغايه كده تمام يا شباب البنات اللي معايا على في حد في عنده مشكله؟ لا يا ميس. اوكي طيب اكسرسايز نمبر 3 فاكتورايز 3x باور 2 بلس 12x ماينس 6. انا دلوقتي هبص للكوفيشنت بس لان في ترم ما فيهوش اكس اصلا، فمش هفكر ان انا اخد الاكس. الكوفيشنت 3 اللي هو 3 باي 1 و12 اللي هي 3 تعال احضر الزوم بذلك في صوت مش عارفه في حد بيتكلم يا جماعه بعد اذنكم. نقفل الصوت خالص بقى كده لو في اي حاجه على الشات يا جماعه. ميوت اللي فوقيها تاني. تمام نيجي الاكسرسايز نمبر 3. اكسرسايز نمبر 3 قلنا في ترم ما فيهوش اكس اصلا، فانا هاخد الكوفيشن بس اللي هي 3 باي 1 و12 اللي هي 3 باي 4 و6 اللي هي 3 باي 2 فانا هاخد 3 as a common. لو في اي حاجه على الشات يا جماعه. يبقى خدت 3 as a common اتفضل من الترم الاولاني 3 اكس باور 2 ديفايد 3 يبقى الباقي عندي الريميندر اكس باور 2 بلس حافظي على الساين 12x divide 3 ب 4x minus minus 6 divide 3 ب minus 2. تمام يا جماعه الساين مهمه جدا، حافظي على الساين كده. جبت الهايست كومن فاكتور، مفيش فاريبل لان انا عندي في ترم ما فيهوش فاريبل اصلا، فما ينفعش اخد الاكس از ا كومن. اوكي ناخد اكسرسايز تاني. بيقول لي فاكتورايز 3a وافتح براكت 4a بلس 5b. هنا الموضوع ابتدى الليفل يعلى بتاع، يعني انت لو بتلعب جيم الليفل ابتدى يعلى اهو. ايه اللي حصل؟ ان انا هنا عندي براكت، البراكت هو الكومن فاكتور يا جماعه، فبتاخد البراكت زي ما هو كده ال 4a بلس ال 5b موجوده في التو تيرم، 4a بلس 5b موجوده هنا وموجوده في الناحيه الثانيه، يبقى هاخد 4a بلس 5b في البراكت بتاعها ما تطلعهاش من البراكت، وافتح انا براكت من عندي يتفضل في الترم الاولاني 3a بس والماينس بينزل معايا يتفضل 2b. يبقى كده حتى لو لقيت الكومن هو عباره عن تراينوميال في براكت ما فيش مشكله، ما قلقش خالص، باخده كده بالبراكت بتاعه زي ما هو، مالكش دعوه، ما تفتحش اي حاجه، ما تعملش ملتي بلاي وتفك وتعمل الكلام ده كله. تمام ناخد اكسرسايز اللي بعديه 3 اكس باور 2 بلس 3 اكس. ده النورمال العادي، يعني ده 3 اكس باور 2 يبقى هنا في 3 وهنا في 3، دي 3 باي 1 ودي 3 باي 2 يبقى هاخد 3 از ا كومن. هنا اكس باور 2 وهنا اكس يبقى هاخد السمولست اللي هي الاكس وافتح البراكت بتاعي بقى انا 3 اكس باور 2 ديفايد 3 اكس يتفضل ايه؟ يبقى الريميندر بتاعي اكس. 6 اكس ديفايد 3 اكس يبقى الاكس مع الاكس يتفضل ايه؟ يتفضل 2. وتقفل البراكت بتاعك، مهم جدا ان انا اشتغل شغلي ده في البراكت يا جماعه. مين اللي معايا يا جماعه؟ في صوت وصلني، مين معايا؟ مش حضرتك مش عامله ميوت للميكروفون؟ اه المايكات كلها مفتوحه. ميوت قول يعني لو حد داس على المايك يفتحه. تمام اوكي يا شباب. لا معايا يا شباب؟ طيب احنا فين دلوقتي؟ خلاص احنا خلصنا البيج دي كلها. طيب بيقول لي فاكتورايز باي اي ديفايند ايدنتيفاينج ذا اتش سي اف.
نمبر ايه 12 a سكوير b بلس 18 نمبر ايه عايزه ايه رقيه وضحي كلامك لو سمحتي وضحي الكويشن ستاك عشان مش فاهمه انت عايزه تقولي ايه نمبر ايه 12 a سكوير b بلس 18 a سكوير b سكوير انا هنا عندي 12 و 18 12 هي 2 باي 6 و 18 هي 3 باي 6 يبقى من الكوفيشنت هاخد 6 يا جماعه يبقى 6 ببص بعد كده للفاريبل a هنا a سكوير وهنا a سكوير فباخد a سكوير من التو تيرمز هنا b وهنا b سكوير فباخد السمولست اللي هي البي يبقى الكومن بتاعي هو الاول بجيب الكومن وبعد كده ابقى اعمل ديفايد براحتي يبقى 6 a سكوير b وافتح البراكت واخد اللي انا جبته كومن ده اعمل له ديفايد اعمل ديفايد هنا over 6 هعمل العلامه بتاعه الديفايد بالبنسل بتاعي كده وابتدي ايه اقول انا 6 دي 12 سكوير بي ديفايد على 6 اي سكوير بي يبقى 12 ديفايد 6 ب 2 اي سكوير ديفايد اي سكوير ب 1 بي سكوير بي ديفايد بي ب 1 يبقى خلاص كده مش فاضل لي غير الاي غير ال 2 18 ديفايد 6 ب 3 اي سكوير ديفايد اي سكوير الاثنين كانسلت مع بعض بي سكوير ديفايد بي ببي واحده يتفضل 3 بي خلاص كده تمام وقفت البراكت بتاعي هنا مش شرط اللي دايما يبقى فيه اكس واي او اي وبي هنا ابتدى يديني لتر تانية اللي هي الام والان بيقول لي 9 ام 4 ان سكوير ماينس 6 ام 3 ان سكوير بلس 12 ام سكوير ان 4 تعالوا نبص للكوفيشنت الاول هنا 9 3 باي 3 ال 6 2 باي 3 ال 12 هي 4 باي 3 انا كررت ال 3 في 3 ترمز يا جماعه فانا هاخد ال 3 از ا كومن تمام كده نيجي نبص للام بقى ام باور 4 ام باور 3 ام باور 2 فباخد السمولست اللي هي ام باور 2 تمام خد الكومن الاول وبعد كده بعمل ديفايد نبص للان ان سكوير ان سكوير ان 4 فهاخد ان سكوير اللي هو السمولست نبتدي نعمل ديفايد بقى 3 ام سكوير ان سكوير ديفايد على 9 ام 4 ان سكوير هيتفضل لي 3 ام سكوير وحافظ على الساين ماينس ماينس 6 ام 3 ان سكوير ديفايد على 3 ان ام سكوير ان سكوير هيتفضل 6 ديفايد 3 ب 2 ام 3 ديفايد ام 2 بام ان 2 ديفايد ان 2 ب 1 وال 1 ما بتتكتبش خلاص بلس 12 ام سكوير ان 4 ديفايد على 3 12 ديفايد على 3 ب 4 ام سكوير ديفايد ام سكوير خلاص الاثنين كانسلد مع بعض ان 4 ديفايد ان سكوير بان سكوير واقفل البراكت بتاعي كده يبقى انا شكرا ليا عملت الهايست كومن فاكتور نمبر سي بيقول لي 3 اكس وتايمز اي بلس بي في براكت بلس 7 تايمز اي بلس بي في براكت هنا بقى اللي هو الليفل الاعلى شويه الاي بي في براكت اتكرر في التو تيرمز اوف ذا اي اوف ذا الجبريك اكسبريشن باخد الاي بي بره از ا كومن تمام يتفضل ايه اخد الاي بلس بي از ا كومن يبقى من الترم الاولاني يتفضل 3x من الترم الثاني هيتفضل بلس 7 واقفل البراكت يا جماعه مش مشكله الاي بلس بي تبقى في الاول او الاي بلس بي تبقى في الاخر دي براكتس ومعموله تايمز فما فيش مشكله انت واخده ان انا اقدر اعمل كوميوتاتيف بروبرتي في المالتيبليكيشن فما فيش مشكله حطيتيها في الاول حطيتيها في السكند مش مشكله نمبر دي بيقول لي 2x باور 5 بلس 4x باور 2 minus 6x plus 2x 3 دلوقتي هنا في 2 by 1 وهنا 4 by 2 by 2 وهنا 2 by 3 وهنا 2 by 1 يبقى هاخد ايه هاخد 2 هنا في x power 5 x power 2 x power 1 x power 3 السمولست هيبقى ايه السمولست هيبقى الx يبقى هاخد 2x as a common وافتح البراكت بقى 2x power 5 divide 2x اديني x power 4 4x power 2 divide 2x يبقى plus 2x minus 6x على 2x يبقى ب 3 plus 2x 3 على 2x يتفضل ايه x باور 2 مفيش اي حاجه شبه بعض ولايك تيرم فمش هعمل اي تغيير بسيبها زي ما هي كده يا جماعه في واحده فوق طيب نشوف اكسرسايز تاني طيب جرب نفسك بقى يعني عايزك هديك كده منت كده تفكر هنعمل ايه
يلا مع بعض. بيقول لي factorize by identifying the HCF. 12 a square b plus 18 a3 power خلاص كده ممكن نقول plus 18 a3 power 2. هناخد اول واحده يا جماعه وهسيب لكم الباقي تحلوه لان احنا لسه معانا statistics. هنا 12 وهنا 18 يبقى هاخد 6 as a common, a2 و a3 يبقى هاخد a2 as a common, وبعد كده هنفتح البراكت يبقى 6 a square b وافتح البراكت هيتفضل 2 بس لان خدت a square b plus 3a plus 3a. تمام كده. هنسيب الجزء بتاع ال HCF ده ونخش على الستاتستكس معايا يا جماعة. ايه ده فكرته سهلة جدا ما فيهوش اي حاجة. يا عم اسكتي بقى يونت 3 بقى هناخد الاستاتستكس فيها 3 ليسونز سهلين جدا ما فيهمش اي حاجه. الارثماتيك مين والميديان والمود. هناخد الاول الارثماتيك مين. الارثماتيك مين ليه رول يا جماعه فلازم نحفظه. الارثماتيك مين ايكوال ذا سم اوف ذا فاليوز اوفر النمبر اوف فاليوز. طيب نشوف كده مع بعض. هاتي نعمل بس ادمت للناس اللي موجودة معانا دي. في احنا كنا فاتحينهم كلهم تحت ستاتيكس. ايوه ماشي فوق بقى. تمام نبتدي مع بعض الستاتيك يا جماعه. اول حاجه هنشتغل عليها الارثماتيك مين. الارثماتيك مين الرول بتاعه بيقول لو انا عندي مجموعه من الفاليوز a set of values. الصوت واضح؟ في حاجه لو في اي حاجه نكتبها في الشات يا جماعه. مين معايا؟ في أي مشكلة؟ صوت موجود معاكو؟ حد يكتب لي بس في الشات يا جماعة إن الصوت موجود معانا. إني your screen sharing is poor. نيلي. يبقى الأرثماتيك مينز. طيب. أيوة. شوف الشات. تمام. طب تمام اوكي الكتابه موجوده. طب تمام في كتابه موجوده. شايفين الباوربوينت السلايدز واضحه عندكم؟ انت عامله حاجه في حاجه عملتيها. خشي بقى على ده اعملي ده اقفلي. مش مشكله اعملي شير تاني. يلا هو ده تقريبا ستاتستيك. اه تمام كده واضحه يا جماعه عندكم الصوره. خلاص في شيرنج اهو يور ار سكرين شيرنج. تمام نكتب حاجه في الشات. وضحت خلاص. طيب الارثماتيك مين نقول تاني. الرول بتاع الارثماتيك مينز لو عندي سم اوف فاليوز يبقى السم اوف فاليوز اوفر نمبر اوف فاليوز. بجيب السم اوف فاليوز من دول مين بعمل لهم ادينج. ناخد الاكزامبل على طول عشان يبقى الموضوع واضح. الرول موجود قدامك والاكزامبل اهو. بيقول لي if the mark of 6 students in an examination are 25 16 47 28 45 and 49. دي الفاليوز يا جماعه. دي الفاليوز هم النمبر بتاعهم كام؟ 6. يبقى هعمل sum of marks هعمل لهم ادين كلهم ديفايد على 6. انا جبت ال 6 منين؟ هم لو حبيت اعمل لهم كاونتنج يبقى 1 2 3 4 5 6. او هو في السؤال قال لي ايه if the marks of 6 students. ممكن يقول وممكن انت تعمل لهم counting عادي مفيش مشكله. يبقى بعمل sum of marks كلهم مع بعض وبعد كده بعمل divide على ال 6. طلعوا 210 divide 6 ب 35 marks. يبقى الارثماتيك مينز حاجه كده زي الافريج.
كأنك بتجيب الأفرج المجموعة من النمبرز، يبقى بعمل لهم adding، بعمل sum divide على النمبرز بتاعتهم اللي هم 6 نمبرز. ناخد example كمان. هبتدي بقى اعلي الليفل شويه. يعني الاول كنت بقول لك مجموعه من النمبرز، مجموعه من النمبرز وبتجيب لهم انت الارثماتيك مينز وبستخدم الرول. هنا الليفل عالي شويه، بمعنى انا بديك الارثماتيك مينز، بيقول لي if the means of the values 5 و7 و x and 9 is 6. ال6 ده مين؟ المين الارثماتيك مين. find the value of x، واداني ميسنج في وسط الايه، في وسط النمبرز كده. فبشتغل الرول بتاعي عادي جدا، بقول الارثماتيك مينز ايكوال سم اوف فاليوز اوفر ذا نمبر اوف فاليوز. حتى الاكس بحطها، حتى الاكس بحطها. طب الفور دي انا جبتها منين؟ عملت لهم هم كاونتنج، لما جيت عملت لهم كاونتنج لقيت ال5 وال7 والاكس وال9 دول 4 نمبرز، يبقى هعمل ديفايد على 4. لغايه كده مفهوم يا شباب ولا في مشكله؟ طيب انا دلوقتي بقول 6 اللي هو مديهاني ايكوال 21 بلس ايه الاكس ديفايد 4، كروس مالتيبليكيشن بتاع برايمري 5 برايمري 6، بعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 6 باي 4 ايكوال 21 بلس اكس، يبقى 21 بلس اكس ايكوال 24، يبقى عايزه الاكس تبقى لوحدها، بعمل 24 ماينس 21 ايكوال 3. ده عمل سولفنج ايكويشن سهل قوي ما فيهاش حاجه. كومبليت بيقول لي ذا ارثماتيك مينز اوف ذا فاليو، ده سهل جدا. انا عندي 1 2 3 4 4 نمبرز، بعمل لهم ادينج، بعمل لهم ادينج وبعمل ديفايد على 4 وبطلع من على الكالكوليتر الايه الارثماتيك مينز. طب النمبر بي، نمبر بي زي الاكسرسايز اللي فوق، انا مديك انا الارثماتيك مين وفي حاجه ناقصه في النص اللي هي الاكس، يبقى 3 بلس 5 بلس اكس ديفايد على 3 عشان هم عددهم 3 ايكوالز 4. هتعمل كروس مالتيبليكيشن وتجيب الفاليو اوف ايه، الفاليو اوف اكس. تمام، بعمل لهم ادينج اهو بلس الاكس ديفايد على كام، ديفايد على 3. انا جبت 3 منين؟ هما النمبرز بتاعهم 3 5 و5 3 و5 واكس ايكوالز كام، ايكوالز 4. هتعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 8 بلس اكس ايكوال 12، يبقى اكس هنا ايكوالز ايه، ايكوالز 12 ماينس 8 بلس اكس ايكوال 12، يبقى اكس ايكوال 12 ماينس 8 بفور. طيب نمبر سي مهمه جدا، لان هو هنا مديني السم، ذا سم اوف 5 نمبرز از 30. يعني انا مديك النمبرز ومديك عددهم اللي هو 5، اجيب الارثماتيك مينز، هو ما تعبكش هنا في حاجه، انت هتحط ال 30 ديفايد ال 5، هو مديني السم اوف نمبرز كلهم ب 30 ديفايد الايه ال 5، يبقى الارثماتيك مين اوف ذيس نمبرز ايكوال ايه، ايكوالز 6. يبقى احنا كده وريناك الانواع كلها بتاعه الايه، بتاعه الارثماتيك مينز. مره بجيب لك النمبرز وبقول لك هات الارثماتيك مينز، هتطبق الرول عادي جدا. مره ثانيه بديك انا الارثماتيك مينز واحط فاليو من الفاليوز ايكوال اكس، فاقول لك فايند ذا فاليو اوف اكس. نمبر سي راح مديني السم على طول، هو عامل لهم ادينج عشان ما تتلخبطش وتقول طب هي فين النمبرز اللي انا عامل لها ادينج، هو عامل لهم سم ب 30 ديفايد على النمبرز بتاعهم 5، يبقى 30 ديفايد 5 ايكوال 60. الميديان، الميديان بيقول لي of a set of values is the value which lies exactly in the middle of the set if it is arranged ascendingly or descending. دي ملهاش رول، من اسمها ميديان يعني اللي في النص. بعمل لهم ايه بس شرط اساسي، ان انت لازم تعمل ايه، تعمل ارينج للنمبر يا اسندنج او ديسندنج، هي تفرق لا ما تفرقش، انا عايز اللي في النص، فعمل لهم ارينج يا ديسندنجلي يا اسندنجلي. تعالوا ناخد اكزامبل. هنا بيقول لي الاكزامبل الاولاني if the value are 42 23 17 30 and 20، اعمل لهم ارينج بقى اسندنج، لقيت 17 20 23 30 40، فبتسيب تو نمبرز من الناحيه دي وتو نمبرز من الناحيه دي، يبقى الثيرد اللي هو في النص الاوردر بتاعه ايوه ده مع ده، بيتفضل 23 لوحده في الميدل، يبقى ذا ميديانز ايكوال ايه، ذا ميديانز ايكوال 23. طب هو ممكن يبقوا النمبرز اصلا ايفن نمبر ويبقى مش واحد بس اللي في الميدل، دول اتنين زي الاكزامبل اللي قصاده على طول، شايف هنا هم 6 نمبرز فاللي في النص دول طلعوا 2. طب ايه ده انا اتلخبطت بقى هعمل ايه؟ هتقول لي 21 بلس 23 ديفايدد على طول، ما تقلقش خالص، هتاخد التو نمبرز دول طالما انتوا اللي فضلتوا وانتوا الاثنين مع بعض، اعمل لهم ديفايد، ديفايد ايه 2
2 هتعمل لهم ادنج الاول ديفايد 2 يبقى هنا الميديان. في حاجه مهمه جدا نقولها في الجزئيه دي، هو بيسالك في بعض الاحيان عن الاوردر بتاع الميديان. في الاكزامبل الاولاني لما جيت عملت الرينج لقيت ان 23 دي ثيرد، اعرف ازاي ان هما 2؟ لما تعمل الرينج هتعمل كانسلنج ل 2 من الناحيه دي و 2 من الناحيه دي، يتفضل 2 في النص، ما تفضلش نمبر لوحده، فبتعمل لهم ادنج ديفايد 3. لكن في الاكزامبل الاولاني فضل واحد بس لوحده، فده الميديان. لو سالت عدد النمبرز ايفن، لو عدد النمبرز ايفن لازم هيبقى اللي في النص 2، لكن لو عدد النمبرز اود زي الفيرست اكزامبل هم 5، فاللي في النص اللي فضل لوحده. هنا بيسالك الاوردر اوف ذا ميديان، تعالى شوف لي 23 الاوردر بتاعه فين بقى. فيرست 17، السكند 20، يبقى الثيرد. لو سالتك عن الاوردر بتاع الميديان هتقول لي الثيرد يا ميس. طب لو سالتك عن الاوردر في الاكزامبل الثاني، طب ما دول 2، هتقول لي الثيرد والفورس. الثيرد والفورس. يبقى الميديان سهل قوي، ما فيهوش حاجه. انت هتعمل الرينج يا ديسندنج يا اسندنج وتدور لو هم اود نمبر هيظهر لك ايه. هيظهر لك واحد بس في النص، هتعمل كانسلنج لتو نمبرز من هنا وتو نمبرز من هنا، او 3 نمبرز من هنا وثري نمبرز من هنا. الموضوع هيتضح اكتر بالاكسرسايز. بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر، ذا ميديان اوف فاليوز 4 و8 و3 از، تعالى هم 3 هعمل لهم الرينج، يبقى 3 وال4 وال8 هعمل الرينج اسندنج. طب هي تفرق اسندنج ولا ديسندنج؟ از يو لايك، مفيش مشكله. يبقى 3 4 و8 3 و4 و8، تمام. مين اللي في الميدل اللي كان بيسال؟ هم 3 نمبرز، ممكن يبقوا 3 نمبرز اهم. مين اللي في الميدل يا جماعه؟ ال4. يبقى هنا هعمل سيلكت المين، هعمل سيلكت ل ال4، يبقى ال4 هي الانسر بتاعتي. طب لو سالك عن الاوردر، هو هنا السكند، هو لو سألني على الأوردر 4 هو السكند في الأرينج اللي موجود عندي. طيب نمبر 2 ده ميديان برضو نفس الاكسرسايز، بس هنا دول ايه؟ دول ايفن نمبر. تعالى نعمل الأرينج، هيبقى 5 و6 و8 و9. الله، طب يا ميس ما انا لو عملت كانسلنج للناحية دي واحدة وللناحية دي واحدة اتفضل ال 6 وال 8، اعمل لهم ادنج يا حبيبي وديفايد 2، يبقى 6 بلس 8 بكام؟ تمام، دول ايفن نمبر، هيتفضل 2 في النص، يبقى 6 بلس 8 ب 14، ديفايد على 2 يبقى الميديان هنا بكام؟ ب 7، تمام كده. نمبر 3، the median of the value 4 و8 و3 و5 و7 is، هعمل الرينج 3 الاول. لاحظين ان انا بعد ما بعمل الرينج اسندنج، يعني ده الاسهل متهيألي يعني. 7 عشان ما تتلخبطش، 3 و4 و5 و7 وبعدين ال 8. دول الحمد لله ان هم اود نمبر، فاللي هيبقى في الميدل مين؟ هيبقى 3 مع ال 8 وال 4 مع ال 7، يبقى اللي في الميدل هيبقى ال 5. يبقى الميديانز هنا مين يا جماعه؟ 3 مع ال 8 وال 4 مع ال 7، يبقى اتفضل اللي في الميدل عشان ده اود نمبر، ال 5. برضه نفس الحل، ال 4 و 4 ما فيهاش حاجه برضو، هتعمل لهم الرينج وهتاخد اللي في الميدل. طب لو طلعوا ايفن وطلعوا 2 نمبرز بعمل لهم ادنج وبعمل ديفايد على 2. طيب هو ممكن يجيب لي الماركس في تيبل عادي، ما فيش مشكله عادي، هتعمل تاخد الماركس كده وتبتدي تعمل لها ايه؟ تعمل لها الرينج وتاخد اللي ايه؟ تاخد برضو اللي في الميدل. يمكن تبقى فراكشن، ممكن تبقى نيجاتيف، اي نمبر دي نيجاتيف عادي، تبقى عارف ان النيجاتيف 1 النيجاتيف 2 سمولر ذان النيجاتيف 1 سمولر ذان الزيرو سمولر ذان ال1 سمولر ذان ال5. انا خد بالك هو جاب لك نيجاتيف عشان يلخبطك، فانت ما تتلخبطش، انت عارف ان النيجاتيف 2 سمولر ذان النيجاتيف 1، فبتعمل الرينج عادي. تمام، بص هتعمل الرينج ازاي. هتستارت بنيجاتيف 2. حمزه عايز حاجه يا حمزه؟ بتكتب حاجه؟ ده الحل يعني ولا ايه؟ نيجاتيف 2 وبعدين نيجاتيف 1 وبعدين 0 وبعدين 1 وبعدين ال 5. كده انا عملت الرينج ان ايه؟ ان اسندنج فروم ذا سمولست تو ذا بيجست. يبقى انا عندي النيجاتيف 1 راحت مع ال 5،
نيجاتيف 2 راحت مع الفايف والنيجاتيف 1 مع الوان. اتفضل الميديان مين يا جماعه؟ زيرو. هو ممكن يبقى زيرو؟ اه عادي مفيش مشكله، يبقى الميديان هنا بايه؟ آه بزيرو. تمام. خبطي خبطي. اوكي. آه يبقى انا كده عرفت المين ليه رول. الميديان بعمل ارينج واخد اللي في الميدل، ولو طلع اتنين بعمل لهم ادنج واعمل ديفايد على طول. فاضل مين بقى؟ نشوف الليسون نمبر 3. هي سهل جدا الاستاتستيك ما فيهوش اي حاجه. المود زيرو. تمام الناس اللي حلت زيرو برافو عليكم. طب نيجي للمود بقى، اجيبه ازاي؟ بيقول لي المود اسيت از داتا از موست كومن داتا. يعني ايه موست كومن داتا؟ الحاجه اللي عماله تتكرر موست كومن داتا. طب نشوف. طبعا هي مش هتيجي غير بالاكسر. ده ملوش رول؟ لا ملوش رول. انت بتشوف كده من الاكسرسايز في حاجه عماله تتكرر. تعالوا نشوف اكسرسايز نمبر 1. يبقى مود اللي بيتكرر ريبيتد مور موست ريبيتد. يبقى المود اللي هو الموست ريبيتد عشان تفرق بينهم. المين بجيب الرول بتاعه، الميديان بعمل ارينج واخد اللي في الميدل، المود الموست ريبيتد. تعال نشوف اكسرسايز نمبر 1. بيقول لي فايند ذا مود اوف ايتش اوف ذا فولوينج 5.875685. هتعمل ايه؟ مش عامل ارينج ولا حاجه. مين اللي عمال يتكرر قدامي؟ انا عمال اكرر ايه؟ ال5 قلتها 3 تايمز. يبقى ذا موست كومن فاليو اللي هي ايه؟ ال5. يبقى المود بالنسبه لي هنا يبقى ما بعملش حاجه اكتر من كده. طب في اكسرسايز نمبر 2 بقول 22 و2 و7 و22 و7 و7. هنا 22 اتكررت مرتين لكن ال7 ريبيتد 3 تايمز. يبقى مين اللي هي بعتبرها المود؟ اللي هي ال7. ناخد اكسرسايز بيقول لي ذا مود اوف سيت اوف فاليو 14 11 12 11 14 15 11. انا مين اللي كررته اكتر من الثاني؟ ال14 ريبيتد وال11 ريبيتد، بس ال14 تو تايمز لكن ال11 3 تايمز. يبقى مين الموست ريبيتد هنا؟ ال11. ذا مود اوف فور ذا كلرز ريد يلو ريد وايت بلاك ريد اند وايت. الوايت تو تايمز لكن الريد 3 تايمز. يبقى هنا في الكلرز الريد هو الايه؟ الموست ريبيتد. يبقى المود هنا هو الريد. خلاص. نمبر سي اف ذا مود اوف ذا فاليو 15. ابتدينا نعلي الليفل شويه. خد بالك 15 و9 دي من الاكسرسايز الجميله جدا. 15 و9 واكس بلس 1 و9 و15 از 9. هو هنا بيديك المود بقى، بيقول لك المود هو 9. طب انا عندي ال15 ريبيتد 2 تايمز وال9 ريبيتد 2 تايمز، لكن هو حدد لي ان المود 9. طب في نمبرز كده اكس بلس 1 انا مش عارفه، تتوقع ان هو يكون ايه؟ لازم اكس بلس 1 على بعضيها تبقى هي ايكوال ال9. يبقى اكس هنا بكام؟ حد يكتب لي في الشات كده. انا عايزه اكس بلس 1 هي اللي يبقى ايكوال 9. يبقى الاكس ايكوال كام؟ دي حد هيكتب لنا ولا ايه؟ اه برافو عليك يا مريم. مريم ورقيه حلوه قوي. تمام. محمد اشرف جميل برافو عليك. ناس اللي صحيت الحمد لله. يبقى الاكس هنا ايكوالز ايه؟ ايكوالز 8. هو على الليفل شويه، اداني هو المود وقال لي هات لي الفاليو اوف اكس. تعالوا نشوف اللي تشوز ذا مود اوف ذا فاليو. اداني المود اهو 1 و3 و7 و3 و6 و7 اند 3 از. لا ده هو مش مديني المود. يبقى از مين؟ مين اللي ريبيتد ال3؟ ريبيتد 3 تايمز لكن ال7 2 تايمز 3. برافو عليك يا رقي حلو قوي. حلو. طيب نمبر بي اف ذا مود. اف ذا مود يعني انا مديك المود اهو. اف ذا مود اوف ذا فولوينج سيت اوف فاليوز 7 و5 واي بلس 3 و5 and 7 is 7. يبقى المود 7. يبقى انا عايز اجيب الواي. واي بلس 3 ايكوال 7. يبقى الواي بكام؟ حلو قوي اياد برافو عليك يا اياد. طيب نعمل سيلكت للواي بلس 3 ايكوال 7. يبقى الواي ايكوال 4. حلو قوي. فايند ذا مين ميديان اند مود فور ذا فولوينج فاليو. اجيب المين بالرول. اكتب الرول. The mean equals the sum of values over a number of values. يبقى هعمل لهم adding كلهم divided على ايه؟ على عددهم هم كام. تعالوا نعمل لهم counting النمبر بتاعهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 divided على 10. يبقى تعمل المين هتعمل sum ليهم كلهم divided على النمبرز بتاعهم. لقيتهم ايه؟ لقيتهم 10. طيب انا عايز الميديان هتعمل لهم الرينج. طب ايه ده في 2 numbers متكررين ال 3 وال 3 وال 4 وال 4 مفيش أي مشكلة. بتكتب 3 وكوما 3 وبعدين 4 كوما 4 4 عادي مفيش أي مشكلة. هنعملهم لك دلوقتي 3 وبعدين 3
3 اه بنكررهم، اه بنكررهم، دي مش 6 عشان اقول لك مش هتتكرر 3 مرات. اه 3